اليوم نطلق فعالية ثانية من فعاليات نيكستك بعد النجاح اللي لاقيناه في المرحلة الأولى في الجلسة الأولى اللي كانت أسباب نجاح التحول الرقمي على مستوى إمارة الشارقة. تكلمنا فيها اليوم نتكلم على محاور أساسية، نتكلم على أربع محاور. المحور الأول هو تعزيز مركز التميز في الجهات الحكومية أو الجهة الخاصة. المحور الثاني نتكلم على الأدوات والاستراتيجيات اللي يتم استخدامها في هذا المركز. بعدين نتطرق إن شاء الله لمحورين تفصيليين أكثر، نتكلم على التكنولوجيا المدارة أو الخدمات المدارة في الجهات الحكومية وكيفية استخدامها وشو فوائدها من ناحية تقليل التكاليف أو تحسين جودة الخدمات المقدمة. المحور الأخير نتكلم على الدور بين مدير تقنية المعلومات وبين مدير إدارة المعلومات الرقمية، شو الفرق بينهم ومنو ياخذ الأسبقية في الوقت الحالي. طبعا كل هذه المحاور نسعى ان هي تخدم مدراء التنفيذيين في تقنية المعلومات، تعطيهم الأدوات والاستراتيجيات اللي يقدرون يستخدمونها في مبادراتهم الرقمية إن كانت على مستوى الجهة اللي هم فيها أو على مستوى المبادرات الموجودة على مستوى إمارة الشارقة.